جماعة بيقولوا إن جيراني بقت شخصية مختلفة وبقت راسها راس القطة توم المتكلم أو توكينج توم. كلنا عارفين توكينج توم طبعا، زي ما انتوا شايفين اللي لاحظته أول ما دخلت العالم ده، إن في الوش كل الصور اللي موجودة في العالم كلها ليها علاقة بالقطة. مش فاهم إيه الفكرة. أنا بصوا متحمس أشوف جيراني، أنا عايز أشوف جيراني دلوقتي. أنا دخلت جاري اسمه ده عشان أشوف جيراني وهي مش جيراني، وهي توكينج مش عارف، هو ميكس غريب كده يا شباب. بس هو هيبقى الجد المتكلم توم او حاجه زي، والله ما عارف يا شباب. بس قبل ما نبدا المقطع، قبل ما نعمل اي حاجه، عايز اقول لكم ان انا معايا ضيف غبي جدا وانا بحبه وانتوا كمان بتحبوه. شوفوا تن 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 تن. ايه ده؟ في ايه ده؟ انت قاعد في الزاويه ليه كده؟ قاعد في الزاويه ليه كده؟ شكلك متخلف. ديش بقى اديك بدي ظهر. ماشي بقول لك ايه، بقول لك احنا النهارده جايين نشوف الجد توكينج جيراني ازاي. ما اعرفش، استنى بس عشان افهم دلوقتي. هو احنا في بيت جيراني، ليه بقى جبتني في بيت جيراني طالما توكينج توم؟ طب بص انت بذمتك ده شكل بيت جيراني بتعلق قطط كده؟ بذمتك انا راضي ذمتك، اتكلم معايا. هم جابوني هنا عشان نشوفها انا وانت سوا، فهل هنقدر نحقق الموضوع ده ولا لا؟ هتخاف ولا هتكمل معايا؟ بص، هو اولا كده في سرير. السرير فايدته في لعبه جيراني تستخبى تحتيه. خلاص اتفضل بقى، بعد اذنك روح بعيد وسيبنا انا هنا. هتستخبى تحت السرير وتسيبني؟ تسيبني مع توكينج جيراني يا غبي؟ ده انا صاحبك يا. طب بص اسمع والله العظيم اسمعني بس، اقول لك كلمه واحده بس. قول ملخص لكل الكلام ده، الحياة سيرفايفل تمام؟ بعد اذنك يعني الحياة سيرفايفل، يعني حافظ على روحك. ها يلا روح عمي. اقسم بالله لو ما اتحركت من هنا ورب الكعبة بالار بي جي ده في نص بقك. انت عمي اوكي يا شباب، انا زمان شايفين ايه ده؟ والله ما فاهم الصورة المتخلفة دي. المهم يا شباب نبدا المقطع قبل ما نعمل اي حاجة. لا اوعى تضربها، اوعى. سيخ حديد على طول في كده، اول ما يجي قدامي كده سيخ حديد. اما دي اللي هتفلت مني. لا يعني. لا بس 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 خلاص. انا بس نادي الحاجه عشان ده يعرفش بيتنا. استنى بكله بيتهز. يلا الو بكله والله بيتهز يا عيال. احنا قاعدين في بيت من الخشب. اما بيت من الخشب صحيح، ممكن يكون قديم. ابي تهد بينا. المهم يا شباب نبدا المقطع قبل ما نعمل اي حاجه. ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعيل زر التنبيهات عشان تساعدونا ان احنا نهرب من بيت توكينج جيراني. ازاي ما اعرفش توكينج جيراني. ماشي جيراني. يلا اتفضل بدون اسلحه اساسا، ما تخش عليهم باسلحه. ها لو لقيتهم ايوه امسك انت مش عارف ايدك. نزل سلاحك. يا ما سلاح خفيف بس اهوش بيه، فاهم؟ استنى بس استنى. لا بص في طلقات هنا، في حد كان ضارب طلقه قبل. افتح الباب. وسع، افتح انا. وسع افتح لبره. بيفتح لبره يا غبي. اوه ده الحمام. شوفوا حمام جيراني يا شباب. يا عم ضربت في اللي موجود جوه هنا. اوه تعمل ايه؟ اوكي استنى نقدر نشيل حاجه منهم. استنى كده الحمام الباني. اوكي نقدر نشيل الباني. وسع قول لك. لا 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 سيبه عشان نبقى نسد بيه الباب. تعال نشوف في حد في البيت هنا ولا ايه يا جماعه؟ تعال استنى في الباب. تعال بس كده. سلام عليكم. اوكي ندور في الادراك دي لو في حاجه. مفيش حاجه. ايه ده؟ اقدر استخبى تحت السرير. وات والله العظيم. ما تضربش يالا، ما تضربش. استنى الو استنى. اوكي يلا إيه ده؟ اتحرك انت. الدنيا ضلمت، انا وانت اتحشرنا يا غبي. يا عم تخش اقتلك بقى. موت. استنى طيب يا عم اتحشرنا تحت السرير. انا وهو بننزل تحت السرير بس. خلاص بقى عشان ما تسمعش جيراني ده اللي احنا عملناه ده كله فضح الدنيا. بص طب هنطلع ازاي؟ انا عندي فكره. ايوه بس ايزي يا عم ايزي. شفت الموضوع سهل جدا. ست بس وسريني كده عينك. بس خلاص اوكي. استنى في مكان مسدود هنا. ولا استنى ده في قطه ثاني. ايد النور. هي كلها قطط هنا ليه؟ الادراك دي فيها حاجه؟ فيهاش حاجه. استنى بقى سيحس، ما تستكشفش لوحدك. سيحس انا معاك يا سيحس. الله استنى نجيب رقم واحد كده. ما تبصليش اما تضربنيش يا عم. يا عم انا كلمت والله ما كلمتش يا عم. خلاص نشيل الكراتين دي. وسع بقى ما تشيل الكراتين دي. ايوه
شكلك متخلف، شكلك متخلف في اللعبة. اوكي اوكي بس 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 لكون في حد تحت. اوكي ندوش نشيل ده. ايوه ندوش نشيل. في حد هنا جراني؟ شيل شيل ده شيل ده. ايوه بس ننزل كده. اوكي فيش حاجة فيش حاجة هنا. وسع وسع يا شباب، انا خايف جدا اقسم بالله، خايف من الخضة اللي هتجيلي لو في حاجة قابلتني في وشي. اوكي الباب ده بيفتح. اوكي اوه والله اتزعت. هاي مين اللي هنا؟ انت والله ما انا ما قتلتش حد والله يا عبد والله العظيم. بس 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 هنفضح نفسنا بره. هنفضح نفسنا طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه وسع وسع. كان ضلمه صح؟ وسع وسع نور. انا كان ضلمه. ويت ويت ده هندي. ما اعرفش والله ان هو فويد، والله ما اعرف. في سلم يعني هم عاملينه عشان يبقى فويد كده. استنى اخش جوه هنا بس. اتوقع كده تمام. هي انت فين يا سحس؟ ايه انا مش لا انا في البيت رجعت. والله ما عارف مش عارف اطلع. ايوه تمام يلا تعال تعال. يعني مش هخش الاوضه دي. ما اروح فين؟ اوكي هنا. لا هنا سلم مفيش اي حاجه. تمام اقفل النور يا اخي. مفيش حد البيت، مفيهوش حد يا شباب حرفيا. البيت مفيهوش حد. لا لا اقول لك انا، المكان ده اصلا ما كانتش بتبقى فيه يا زكي، دي بتبقى فيه سلندرينا. اها التانية بتبقى تحت ونادر قوي تطلع فوق. يعني شغل للاسف. في باب هنا في باب هنا. تعال 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 تعالوا عندنا استكشاف يا ابو السعس. ايه ده؟ اوه دي نفس الغرفة اللي جراي وقعت فيها. والله سعد انا كان زماني واقع هنا. براه او ماي جاد. ايه ماشي في حد ولا ايه؟ حاسس ان في حد تحت. في نور كده. اوعى القفص ده يتقفل إيه؟ عليا. اوكي في كاميرا مراقبه. ها كاميرا مراقبه يا جراني. ايه ده؟ الواد سحس قفل عليه. لا ولا في حد هيجي ولا ايه؟ العب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اتحبس يا ماما. اتحبس اتحبس. استنى طب استنى بما بيفتح. ايوه الله عليك. وانت اديته كف كده ليه؟ كيو نط. جمال. احنا ايه ده؟ مين ده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ده اللي كان قبل كده. قتلته قتلته والله قتلته. ايه ده؟ ايه ده؟ البتاع ده اللي بيعمل جرز، اللي هو الجرز اللي تحته. طب دي مين ده يا شباب؟ ده العالم اللي كان شغال على التجربة بتاعت جراني وتوكينج. انا مش فاهم انا مش فاهم. واحدة واحدة بس بس خلاص سحس خلاص. هو ميت هو ميت هو دلوقتي ميت عند ربنا. يا خدت عصاية منه. عم تبصيش كده يا عم. بس بس بقى سحس بالله عليك. بس احنا في مصيبة دلوقتي. تعال نجري من البيت. مش في باب؟ بس بحاول افتح الباب ده. ايوه مش عايز يفتح بيبا. مش عايز تفتح بيبا. احنا عايزين نهرب يا شباب. مش بيبا مش عايز تفتح. وسع كده عم كسر الباب ده. ايوه 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 الله عليك. اديله شيل الحديد شيل الحديد شيل الحديد. الله عليك. ايوه من هنا ومن هنا. الله أيوة. عليك يا واد يا مخ. افتح بقى ما تضايقناش بقى. اوكي استنى استنى. ايوه عم افتح. اعمل ايه طيب اهو؟ كسرنا ام الباب والنور فتح. استنى استنى القفل القفل. وسع كده وسع كده وسع عليه دماغك. شفت شغل عالي يا عم. افتح تعال. عايزين نفتح وعايزين نهرب. اديله اساس. كسر البتاع. فتح البتاع ده فتح. بس ايه بقى فاضل؟ بس 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 في صوت في صوت في صوت في صوت يا عيال. في صوت سلاح. في صوت. مين فوق؟ تعالى. مين فوق؟ تعالى خش خش. كمان مين هنا؟ ابعد ابعد ابعد. ارجع ورا شويه. ارجع ورا شويه. عدي والله عديك. ارجع ورا اهو. عدي عدي اهو. تعالى في ايه في ايه؟ روح انت بقى. يلا السلام عليكم. في ايه؟ قلت لك استغبت تحت البيت. تعالى هنا يلا. استنى استنى خليك هنا. خليك خليك يا محمود. خليك خليك. استنى استنى هجيب حاجه. استنى خليك زق
حاجه ايه يا ابني ده واقف قدامي مش احمق. استنى استنى هوري، استنى استنى خليك واقف مكانك. ناولني ناولني من هنا، استنى 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 من هنا من هنا من هنا. ايوه خليها زي ما انت. سيب سيب الله اكبر. لا طلعها لفوق شويه. بحاول اطلعها. سيب سيب استنى نعدله. ايوه ازاي يخش ده؟ ما مش هينفع لانه بالعرض يا عم. سيبه 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 سيبه. استنى طب اهو انا جوا عندي. عم ادخل يا عم. عم ادخل يا عم. عندي عندي فكره عندي فكره. تعال تعال عم ادخل. خربت المكان الله يسامحك روح. عم ادخل. استنى استنى بالراحه بالراحه كل حاجه بالعقل كله بالعقل 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 يا راس البتنجانة. بس 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 شيله شيله. يا غبي وسع. دخل في الحيطه وسع كده يا عم. بيرجع ليه ده؟ بس بالراحه بالراحه. بص بص اهو بص اهو بالراحه اهو. عم بره بس 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 هو هيعدي. هي جرين عندك؟ للاسف جرين عندك؟ اقدر اشيل الاساس انزلك تحت. ليه خد. يلا انت كسرتها. احلف والله ماتت. نامت في الارض. جراني ولا شاف رص. جراني معايا. تعال 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 اطلع 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 اطلع. عدي 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 يا غبي عدي. تعال بص بص انت اللي شقيت راسها. ممكن نشيل راسها ونحط راس قط. ايه رايك؟ تعال ندور على القط. ندور على القط ندور على القط. اوكي وسع كده نط كده. اللوحه اللوحه من اللوحه ولا اوكي قط قط. العب من هنا يا شايفه. يلا السلام عليكم. انت بتحرك. بقول لك ايه انت عايش؟ هو بيعمل كده ايه الحد ده؟ بيقعد ايه الحد ده بيقعد حد 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 سرفايفر. انت قتلته ليه يا سعز؟ ليه يا سعز؟ عايزين راسك عايزين راسك. هنحطها مكان جراني وتبقى انت جراني. هات راسك. حاسب مين تاني؟ مين تاني يا عم؟ الله يسامحك روح الله يسامحك روح. خلاص كده خربت امي. خلاص كده. ايه ده انت كمان انت انت ليه ضفدع؟ ها؟ حاسب برضه يا محمود. خلاص انا مش بموت انا. عايز تموتني ها؟ والله والله انا ما عارف اعمل. بس 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 بدون ضرب بدون ضرب بس احس بدون ضرب بدون ضرب. مش كما اقدرش اقتلك. احنا اخوات احنا اخوات احنا اخوات. استنى قول انا اسف يا عم بتاع يا عم. استنى كنا عايزين نشيل راس جراني ونحطها مكان توم. استنى استنى هنجيبها ازاي؟ اوكي نقدر نكسر دي. شيل جراني نقدر نكسر دي. تعال تعال هات ال بجد؟ والله ده اي نيد هامر. ده محتاج هامر. معاك هامر؟ هامر ازاي؟ عايزين هامر شاكوش. استنى 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 في مكان سري هنا. تعال هذا سياسة مكان إيه؟ سري جديد ولا جديد أيوة. ولا حاجة والله. الحمام المقرف حمام. طب استنى يا عم. طب استنى يا عم جيري اخوي العب يجري ولا ايدك يالا ايدك يالا فرنسا زي بعض يعني وكده. لا بره مش عايزنا لا بره مش عايزنا لا بره لا بره بره. اخد حركتهم. تغدرت صديقي. عارف يعني ايه انت كده؟ المفروض انت ما تعيش. يلا استشهد. انا حمام بسرعه. انا حمام انا حمام. استشهد. خلينيش دي نجري من البيت ده. انا غلطان. افتحوا الباب. الله اكبر. عمي الباب انا باب ايه؟ الباب ده ما بيتفتحش ليه؟ شكله ده باب الهروب. انا المشكلة عملت كل حاجة الباب مش عايز يفتح. سامعين؟ صوت الباب مش عايز يفتح. طب الله محمود سلام بقى. في باب هنا برضو نفس الكلام مش عايز يفتح. في بابين كتيرة مش عايز تفتح. وهنا احنا محتاجين هامر.
اوكي على فكره نقدر نفتح الحاجات دي يا سياس. دور على الحاجات اهو. اوكي استنى اشوف هامر معايا هنا. اوكي هنا هامر. اوكي اوكي بيزك في الادوات اشوف لو معايا هامر. ممكن نبحث. اوكي دقيقه. لا ما نقدرش تقريبا. معناش لا لا معناش هامر للاسف الشباب. معناش هامر للاسف. استنى لقيته. لقيت مفتاح. احلف والله. انت فين اهو؟ على فكره احنا ما دورناش في الدرجه يا سحس. ايه ده؟ لا ايه ده؟ لا ايه بقى؟ هو انت بتفتح ايه اصلا؟ اهو مفتاح اهو. تعالى انت اطلع فوق. فوق؟ اوكي اوكي خلاص. فوق فوق. فين؟ وسع كده. ده يا ابني استنى. اي نيد كاتنج. يا ده محتاجين كاتنج اللي هو المقصافه دي. طب استنى استنى افتح الباب ده. لكم ان تتخيلوا ان احنا عملنا اصعب حاجه. قتلنا جراني. قتلنا جراني وعايزين نحط مكانها راس توم. تخيلوا جراني كده بتوكينج توم. اوكي بص هنا في ميكرويف. ده في حاجه؟ والله ميكرويف ملوش اي ستيل لازمه. اوكي انا بقول ان احنا ننتحر من الفويد وخلصت ونطلع بره. شغلت موت فيه ليه يا ابني؟ يا ابني يا ابني ما تعصبنيش يا ابني. ما تخش ما تخرجش. ما تخرجش يا سياسه دي. ما تخرجش دي. خش جوه دي. اعمل حاجه اعمل حاجه. خليك ها برطي برطي يا شباب. خليك بقى استنى. انت بتعمل ايه؟ انا برطي. ايه ده؟ هو اللي طلع من الباب ده. يلا اطلع. انت بتضربها فيا يا عم؟ تعالى يا عم. انا محضر لك المفاجأة اللي انت كنت بتحلم بيها يا سحس. ان احنا نحول جراني للكوت توم المتكلم. هتقول لي ازاي يا مكمل؟ بص عندك دلوقتي ورايا تقريبا 10,000 دكتور. لا دول مش 10,000. استنى عندهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 دكتور. عايز اقول لك ان كل واحد فيهم عنده مخ شوف ساب الدكاتره وراح بيدور على البتاع اللي في الارض. ماشي. ايه ده؟ انا مش عارف ايه دي. وسع كده. دكتور ايه دي يا دكتور؟ خد. استنى كده. ايلا بتطرق على دماغه. استنى حطها فوق دماغه. النهار اسود. ايه؟ النهار اسود. بس وما دكتور بس. لا ولا قوي ولا الدكاتره اللي بنعمل يعمل عمليه يا كابتن. اسكت بس بس. انا اللي هعمل العمليه. المهم دكاتره على اذنكم انا دلوقتي هجيب لكم شخصيه تشوفوا. فين 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 فين؟ اوكي فين؟ اوكي خلونا اجيبها لكم بس دقايق بس معايا. دقايق بس مع حضراتكم. اوكي اهي اتفضلوا. اهي دي الشخصيه. يا ولا يا مجنونه. ما انت كنت كويسه. ما انت كنت ما انت كنت. خش ياما. ده هي مش سايبانا. لا اما الزباله احطها في وشها كده اهو. ايوه بس اهدي اهدي بس اهدي اهدي بس. سكا سكا. اوكي لو على طول بالار بي جي على طول. لا 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 بس بس. ها ولا اقول لك اديها واحد. انا هرسل الدكاتره. بتموتش دي ولا ايه؟ موت يا وليه. بس ازاي بالزباله؟ بس ايوه بس انت بس محتاج تموت انت كمان يا محمود. بس بعد ايه يا سحس؟ بعد ايه؟ كان نفسي كان نفسي اعمل حاجه علميه في دماغي. لا 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 انت عايز تغير من تكوينها. ما ينفعش سحس. والله بتكلم جد يا سحس. كان نفسي والله ان انا احط راس اشيل راسها دي. مؤاخذه مؤاخذه مش قصدي ان انا اقلبك. ايه دي؟ اخرس بقى يا بابوش انت اللي ايه كده اهو يعني. كنت عايز اقتلك. ايه يا ابني؟ قتلت نفسي.
ماشي يا بنات، زي ما شفتوا كده صايت المقطع، اتمنى مقطع النهارده عجبكم. والله كان نفسي ان انا اغير من المنظومه واخلي دماغها وكده، وان اصلا شفت الموضوع قطت ولقيت واحد اصلا منزل الصوره ان جيراني قطه وكده، فالموضوع عجبني قلت ان انا اخش اتفرج، ولكن زي ما شفتم ما حصلش اللي في دماغي قوي يعني، بس مش مشكله. اتمنى لكم مقطع كان غريب ده. ايه ده؟ استنى كده. ولا سحس ايه ليل توكينج جراني مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون.